ازيكم حبايبنا متابعينا متابعين قناة أحمد أسري. النهاردة جايب لكم تردد قناة أطفال جديدة، قناة وناسا بيبي، قناة جديدة على القمر الصناعي نانلسات. هقول لكم طريقة تنزيلها ازاي بطريقة سهلة إن شاء الله، وتتبعوا الخطوات هتقدروا تنزلوا التردد الجديد ازاي. نضغط مع بعض على الريموت زرار المنيو أو القائمة، اللي هو زرار القائمة عندنا اسمه منيو. بعد كده هيجينا الجهاز بتاعنا بالشكل ده، هنختار احنا امر التركيب، وده موجود عندنا في البند بتاعنا، يعني هيختلف الشكل مش مشكلة، بس خلينا في الامر بتاعنا الطبيعي التركيب. بعد كده قائمة الترددات، ودي موجودة في كل الاجهزة برضو، هتظهر لنا القائمة ديت. التردد بتاعنا نعمله اضافة عشان ما يبقاش تردد موجود او تردد جديد ما احنا مش عارفين، بس هنكتب التردد بايدينا عشان هو يحولنا ليه اوتوماتيك لو موجود. هنعمل اضافة من الريموت بزرار باللون الاحمر. بعد كده نكتب التردد بتاعنا 11430. بعد كده هننزل على معدل الترميز دوت، هنكتب هنا 27500 على معدل الترميز، والاستقطاب هنخليه عمودي او المسمى بتاعه في فيرتيكال يعني. بعد كده ندوس اوكي، هيقول لنا المرسل موجود، وقفنا عليه اوتوماتيك اهو قدام حضراتكم. هنضغط من الريموت على زرار اوكي يعلم علامة صح قدام التردد. بعد كده هنختار زرار باللون الازرق اللي هو بحث. بعد كده ننزل على نوع القناة دي، هنخليها مجانية، ونضغط اوكي من الريموت عشان ينزل معانا القناة. هينزل قدام حضراتكم القناة بالتردد بتاعها. هنحفظ بقى النتيجة ونطلع بره نوريكم قناة وناسا بيبي، قناة جديدة للأطفال، قناة أطفال وقناة أغاني هتعجبكم إن شاء الله. نحفظ اوكي ونوريها لكم من بره إن شاء الله. قدام حضراتكم هي قناة وناسا بيبي على التردد الجديد بتاعها، قناة كرتون جديدة موجودة معكم على الأمر الصناعي نانلسات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، شكرا جدا ليكم. كان معكم أحمد أسري، والسلام عليكم ورحمة الله.